تتواصل فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية في نسخته الرابعة، والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي الفترة من 9 إلى 15 من أكتوبر الجاري. المزيد مع جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري. جرمين، ضعيني في آخر التطورات فيما يخص المعرض ومدى الإقبال عليه. بعد التحية بالفعل، كما ذكرت نتابع معكم من داخل مركز مصر للمعارض الدولية والمؤتمرات فعاليات معرض تراثنا في دورته الرابعة، والذي يستمر حتى 15 من أكتوبر الجاري. المعرض يقام هذا العام على مساحة 10,000 متر وبمشاركة أكثر من 1,116 عارضا من مصر، إلى جانب أيضا عارضين من 5 دول عربية كدولة السودان الشقيقة وغيرها من الدول، إلى جانب أيضا مشاركة أكثر من 30 قطاعا حرفيا بمنتجات حرفية متميزة. الجدير بالذكر في المعرض هذا العام والملفت للنظر هو وجود جناح خاص بمبادرة حياة كريمة وأصحاب المشروعات من قرى ومراكز حياة كريمة، والذين تم تمويلهم عن طريق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل عرض مختلف المنتجات الحرفية والتراثية. فالمنتجات المعروضة سواء في جناح مبادرة حياة كريمة أو في مختلف أنحاء المعرض هي منتجات حرفية وتراثية كالكروشيه والمنتجات المفروشات والسجاد والمشغولات اليدوية، وأيضا المنتجات اليدوية المصنوعة من مخلفات النخيل والصديقة للبيئة، إلى جانب المنتجات الجلدية وغيرها من المنتجات المصنوعة بحرفية شديدة وبجودة عالية. أيضا هناك مشاركة لذوي الهمم من 15 جمعية خاصة بهم من مختلف المحافظات، ومشاركة أيضا متميزة للمحافظات الحدودية كمحافظة مطروح عن طريق عرض المنتجات المشهورة بها هذه المحافظة في جناح خاص بالمحافظات الحدودية. أيضا تسهيلا على المواطنين، تم توفير خطوط أتوبيسات من الميادين والشوارع الرئيسية في القاهرة تتحرك إلى مكان هذا المعرض تسهيلا على المواطنين، وذلك من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 10:30 مساء بشكل مجاني تماما للتسهيل على المواطنين. ما زالت الفرصة حتى 15 من أكتوبر وهو الغد مفتوحة أمام المواطنين لزيارة هذا المعرض المتنوع من الساعة 11 صباحا للساعة 10 مساء. ويعني بنشير أيضا أنه في إقبال كبير على هذا المعرض اليوم، وخاصة أنه اليوم يوم الجمعة هو أجازة رسمية، فبالتالي الإقبال بيكون أكبر في أيام الأجازات الرسمية من أجل شراء المنتجات المتنوعة ذات الجودة العالية وأيضا بأسعار تناسب مختلف الفئات. فهذا المعرض الذي يأتي في إطار حرص الدولة على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تلعب دور كبير في دفع عجلة الإنتاج والتنمية. كان هذا كل ما لدي حتى الآن من معرض تراثنا، أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. أشكرك عن هذه الصورة التي قدمتها. معرض تراثنا، جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري.